السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في قناة تداول العرض. أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم شركة الإعادة السعودية في قطاع التأمين، قطاع التأمين شركة الإعادة السعودية، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني رقمها 8200، رقم السهم 8200 8200. السعر الحالي في سوق الأسهم السعودية قبيل الإغلاق بدقائق ليوم الخميس 26/8/2021 حوالي 18.82 ريال، هل له مرتفعا قليلا. الآن بالنسبة للتوزيعات، هذا السهم لا يوجد أي توزيعات لا حديثة ولا قديمة تاريخيا للأسف عن الأسهم، يعني توزيعات أرباح الأسهم. بالنسبة لأداء النصف الأول من العام 2021 لهذه الشركة، بلغ صافي الربح قبل الزكاة حوالي 36,473,891، هذا يعني حوالي 36.5 مليون ريال سعودي أرباح صافية لنصف الأول 2021، مقابل أرباح صافية حوالي 19,300,000 ريال في العام نصف الأول 2020، بينما بلغت ربحية كل سهم يعني عن النصف الأول 2021 حوالي 33 هللة، مقابل ربحية حوالي 14 هللة عن النصف الأول 2020. الآن 33 هللة أرباح جيدة بصراحة، يعني نصفية للعام 2021، لكن أستغرب لا يوجد هناك توزيع أرباح. الشركات التي لا توزع أرباح حتى وإن ربحت لا تعنيني أنا شخصيا استثماريا. طبعا هذا ليس تنفير وليس من هذا السهم وليس توصي بأي أسهم أخرى، لكن نسبة أرباح 66 هللة سنويا تقريبا من 18 ريال، يعني 6.75، يعني نسبة جيدة جدا بصراحة نسبة الأرباح. لكن مشكلة هو أنه ما في توزيع الأرباح، وما دام ما في توزيع أرباح معناته أنا لا بستثمر بسهم بربح وبوزع أرباح، ولا الشركة ليش بتربح إذا ما بتوزعش أرباح؟ يعني أنا الشركة تعلن عن أرباح وتوزع أرباح، لا بستثمر بشركات تعلن عن أرباح وتوزع أرباح، ويكون توزيع الأرباح قريب من نسبة الربح المعلنة، ويكون توزيع الأرباح عالي وذو جدوى، يعني 4% أو 5% أو أعلى من ذلك. هذا ليس تنفير من هذا السهم وليس توصية بأسهم أخرى، هذا تحليل للبيانات المالية والتوزيعات والأرباح لهذه الشركة. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.